بعد عندي خلص وقتي، بعد عندي سؤال بتمنى تجاوبني عليه جواب سريع. زياد حواط انت نائب جبال وعارف بكل خباياها وعارف في كل شجرة وكل زاوية وكل شوكة وكل حبة تراب فيها، كيف بتسمح أن يقال أنه هناك أنفاق لحزب الله بست جنة وما إلى ذلك، وأنت تعلم يعني جيد العلم أنه هيدي تونالات لا انشغلت ايام السد وهي للسد، بتعرف طيب انه لا علاقه لحزب الله فيها، وبرضه طلع من محيطك كلام يقول انه ليكوا لوين بدهم يوصلونا وبدهم يعملوا فتنه. انا ما طلع من محيطي اي شيء، لما انا بدي احكي شيء انا بحكي بالشخصي. هذا واحد. اثنين، انا عم بقول انا ماني جهه امنيه تعرف حزب الله اذا عنده مستودعات اسلحه في الضيعة اللي هو في عنده وجود فيها. عم نحكي عن تونالات، عم نحكي عن تونالات انفاق ست جنة. ابدا، نحن قلنا على الاجهزه الامنيه، هيدي تونالات عملتها مؤسسه بيروت، مصلحه مياه بيروت وجبل لبنان، وعلى القوى الامنيه في حال في اي شك عند اي فريق او اي مكون وحق اي مكون واي صحافي واي محلل يقول ماذا يوجد داخل هذه الانفاق. انا كنائب وكمسؤول مش دوري روح نبش شو في بقلب هذه الخنادق وقلب هالتونالات. على الاجهزه الامنيه وعلى مديريه المخابرات وعلى قياده الجيش تشرح لكل الشعب اللبناني، لانه هذا ممنوع، موضوع ما بيعني فقط ابناء جبيل، هذا موضوع بيعني كل اللبنانيين. نحن عم نقول هناك سلاح مع حزب الله، هذا السلاح ما حدا بيعرف وين حاطه حزب الله. انا مش مسؤوليتي روح نبش على السلاح، انا مسؤوليتي اقول بدنا رئيس يعيد الاستراتيجيه الدفاعيه ويحطها على الطاوله وما يكون في سلاح خارج اطار الشرعيه. انا لم اتبنى ولا اي لحظه وجود اسلحه داخل الانفاق، انما من حق اللبنانيين ومن حق الجبيليين اللي عايشين بين هذه الضيع وهيدي الكرة يسألوا هل موجود أي سلاح داخل هذه الأنفاق. على القوى الأمنية وعلى القضاء اللبناني يخبر الناس ويبرر في حال كان في وجود أو عدم الوجود. أنا ما فيني أمنع تساؤلات الناس، ما فيني أمنع مخاوف الناس اللي عايشة بين هالضيعة وبين هذه الكرة، لأنه شئنا أو أبينا في حزب بيملك سلاح، وهذا السلاح لا أنا ولا أنت ولا حدا مدني بيعرف هذا السلاح وين مفترض يكون مخبى. نحن هواجسنا أنه ما يكون في سلاح بين البيوت وبين الكرة وبين الضيعة اللي الناس عم ساكنة فيها وعم تتنقل على طرقاتها. اليوم أنا بدي أحكي بالماكرو مش مقبول ومش مسموح يكون في حزب لبناني حامل سلاح ومخزن سلاح بين الضيعة وبين الكرة بعيدة 100 كيلومتر عن العدو الإسرائيلي. نحن عم نقول هذا الموضوع برسم القوى الأمنية، هذا الموضوع برسم القضاء اللبناني يتفضل يعطينا تبريرات ويعطينا معلومات تالناس ترتاح وتعيش ببيوتها. كلنا عم نشوف الحرب، كلنا خايفين من الحرب ونتمنى انه الحرب ما تتوسع، ونحن عم نطالب انه ما بدنا حرب بلبنان. الشعب اللبناني مش قادر يتحمل لا عواقب الحرب ولا نتائج الحرب. بعد لحظة، في حال الشعب قادر يتحمل، الشعب ما بده حرب، ما حدا بده حرب. استاذ زياد بشكرك كثير على هذه المداخله، الكلام عن الانفاق بترك الحكم فيه للناس. انت قلت يلي عندك بس مبلا في مسؤوليه كثير كبيره عليكم كنواب بان لا تتبنوا سرديه العدو وانما تكونوا عامل خير، يعني لما فيه خير جبيليين وخير لبنان. انا لم اتبنى ابدا سرديه العدو. عم بقول حتى ما جربت تشككوا فيها. شو معلومات العدو؟ اعلام العدو يا استاذ زياد، اعلام العدو اقل شيء ان لا نتبنى هذه السرديه وما نشكك اصلا، يعني ما شككتوا باعلام العدو، فاقل شيء ان لا نتبنى سرديه العدو. ست سمر لا اسمعني. طيب يلا عم بسمعك، تفضل. انت فيك تنفي او تاكدي وجود اسلحه في هذه الخرائط؟ انا عم بسالك لانك انت حضرتك صحفيه ومطلعه، انت فيك تقولي لا زياد ما في اسلحه داخل هذه الخنادق؟ انت نايب جبال. زياد ايه نعم في اسلحه داخل الخنادق. انت نايب جبال. هيدي لا دوري ولا دوري. بس انت ما فيك تقول لي تجي الاجهزه الامنيه، لازم يكون همك مين بدو الاول. مين بده حق بهالموضوع؟ بدك تواكبهم، بدك تمشي معهم. ناس بدك تمشي معهم، انت نائب جبال بدك تمشي معهم. انا نائب جبال قدامهم مش معهم، قدامهم. انا ما بفهم بالسلاح،
انا بفهم بالسياحه وبالاقتصاد وبالسياسه وبالتشريع، انا بالبارودي ما كثير. طيب شكرا كثير لك استاذ زياد حواط، اهلا وسهلا فيك، شكرا على المداخله.